بالنسبه للميديم فولتج سويتش جير، وعمل سايز ليها بالستاندرد الاوروبي او بالاي سي سي. لو عندي الجهد بتاعي 17 عند الجهد بتاعي 15 كيلو فولت، خلينا هنا في الجدول دوت، دي يقول ايه؟ ده من شنايدر يعني اي اي سي، بيقول ايه؟ بيقول لو عندي جهد التشغيل بتاع الاوبريتنج فولتج من 3.3 ل 6.6، يبقى الستاندرد ريتد فولتج بتاع السويتش جير بتاعت اللي هجيبها 7.2 كيلو فولت. لو عندي من 10 ل 11 يبقى 12، لو عندي من 13.8 ل 15 يبقى 17.5، لو عندي من 20 ل 22 يبقى 24. انا هورد اللوحه بالريتد فولتج بالمعيار ده. لو عندي 25.8 لحد 36 بجيب 36، فوق 36 لحد 40 بجيب طبعا 40. طيب هنشوف هنا، هنا لو انا الجهد التشغيل بتاعي 17.5 وجايب لوحه SF6، بيبقى الابعاد بتاعتها كالاتي. دوت الاوت جوينج، كل دي اوت جوينج رايح لمحولات اهو، اوت جوينج رايح لمحولات. دوت انكومينج جاي من شركه الكهرباء مثلا، ودوت بس كابلر او بس سكشن، بيبقى عندي في 2 سكشن 90 و90 للباس رايز والسيركت بريكر. بس سكشن كله على بعضه يبقى عامل 180. هنا برضو او جوينج اهوت، طبعا ده الباس سكشن ده بيبقى موجود في المشروع عشان هقول ان انا عندي انكمر من هنا وعندي انكمر من هنا، ودوت شغال وده شغال، ودوت بيبقى نورمالي اوبن. وفي حاله غياب السبلاي دوت مثلا، ده بيخش وده بيبقى كلوزد، وبيغذي الايه الفيدرز اللي موجوده في الليفت سايد دي، والعكس ده لما بيقع ده بيخش وده بيبقى كلوز، ودوت بيكفر الفيدرز اللي موجوده هنا. هنا مثلا ده سكشن بقى بيبين في الغرفه زي هنا باين قدامي، طبعا هنا في نص متر في اليمين، نص متر في الشمال، هنا في 20 سنتي ورا. هنا ارتفاع الغرفة، ارتفاع الباب، ارتفاع الغرفة، الوركينج سبيس قدام اللوحة، العشرين سنتي اللي ورا، الدبس بتاع اللوحة 1.5 متر، ابعاد الترنش وعمق الترنش اللي بتحدد فيه البند بتاع الكيبل. يعني بيقول لك مينيمم دايمنشن تو بي ديفايند اكوردنج تو كيبل بندنج ريدينس، اقل دايمنشن في الترنش دوت بتتحدد بناء على ايه؟ الكيبل بيندنج ريديوس. كل ما كان الكيبل بيندنج ريديوس اكبر، كل ما الديبس دوت كبر معايا. ده شكل الخرسانه والديزاين بتاعها. ممكن نستغنى عن الجزء دوت ونشتغل بس على كده، ونعمل دي كلها كده الايه الاوبننج بتاعتي في الروم بتاعه الميديم فولتج. هنلاقي دايما الميديم فولتج بيحتاجوا تحتيها غرفه بيسموها كيبل ترنش روم. طيب وبرضو ممكن نقرا شويه النوتس اللي هنا، نوصل برضو لو في اي حاجه على اكمل. هنا برضو في هنا كومنت اللي هو على 3 و4، 3 دي اللي هي اوبريتنج ديستانس، 4 بيقول هنا ديستانس نيديد، دي المسافه اللي هي مطلوبه علشان اكستراكت اي فانكشن يونت هنا للمينتنس. فهو حط لك ده وحط لك ده، طبعا احنا هنشتغل على دوت على الكبير. طيب نفس الكلام هنا على ال 24 كيلو فولت SF6 اهو، عندي الانكمر كبر معايا شويه، الانكمر والبوست سكشن زي ما هو، والفيدرز كبرت بعد ما كنت انا هنا 570، لا وصلت ل 90 سنتي. تمام، نفس القصه برضو في الابعاد والارتفاع وعمق الترنش والاوبننج تحت اللوحه وبعد اللوحه عن الحيطه. هنا بيتكلم لو انت عندك بقى لوحه وخارج الفيدر بتاعتك للمواتير، مع العلم ان ما ينفعش يعني ده لو كيوبيكال بتاع قاطع رايح للموتور، ما ينفعش احط معاه سوفت ستارتر او فيرل سبيد، لا بيبقى يا اما احط كيوبيكال جنبه يا اما بعمل ترين تاني. يعني دي تبقى ميديم فولت سويتش جير هنا، وديت الكيوبيكلز بتاعت السوفت ستارتر، اخرج دي خلايا اهي، بخرج
من ودي الكيوبيكال بتاعة الفي اف دي، بخرج من هنا من القاطع واروح على الفي اف دي بتاعه، قاطع واروح على السوفت ستارتر بتاعه. دوت انكمر 90 90 90، بالسكشن 90 وانكمر 90 ماشي. دوت العرض بتاع الخلية اللي مودية للموتور، وديت عند 17.5، وهنا ديت 50 سنتي 50 سنتي. ده برضو السكشن اللي بيبين الايه، بيبين التفاصيل بتاعة الوركينج سبيس والهايت بتاع الباب والهايت بتاع الغرفة. طيب كده خلصنا من دي. هنا لو عندي فاكيوم سيركت بريكر 24، عندي فاكيوم سيركت بريكر 24، بتبقى ابعادها بالمنظر دوت، بيبقى كام؟ بيبقى هنا 80 80 80 100، انكمر 100، السهم الفوق انكمر، السهم البرة هو جوينج فيدر، بس سكشن 100 100. وهنا دوت تمانينات، ونقدر نقارنها باللي فات، دي 10 سنتي، هنا 10 سنتي، هنا 50 سنتي. دي ال 24 خلاص اتكلمنا عليها، تمام. اما بالنسبة لل 36 بيبقى عندي كام؟ 50 سنتي من الناحية دي، 90 سنتي من الناحية دي، 80 سنتي من ورا. العرض والويتس بتاع الكوبيكال هنشوفه، بس قبل ما نروح له انا خدت الرسمة دي على الكاد وحاولت اطلع الابعاد هنا قد ايه، فلقيت ايه؟ فلقيت ان انا هنا ده 50 50 80، قدام هنا كده بتاع 2 متر 40، وهنا الخلية عمقها 2 متر 20. هو فعلا 2 متر 20، وفي حاجات هنا في الكتالوج بتقول على موضوع 2 متر 20، بس احيانا بميل شوية للورست كيس، فهنلاقي ان الورست كيس بتوصل للتلاتين او اسف 3 متر 20. هنا ده برضو ننزل كده تحت، هنلاقي ان هنا محتفظ برضو بالتمانين، محتفظ بالمسافة ما بين اللوحة والحيطة 50، هنا في الظهر 90 لحد 1 متر 10 ماشي. ماشي دوت بيعتمد على الويتس بتاع اول كيوبيكل. طيب هنا ديت 50، المسافة ما بينهم اكبر من 2 متر 20، دوت يو شيب زي ما احنا شايفين. طيب نسيف دوت، سيف از اهو. طيب هنشوف برضو هنا لما كان بيتكلم على عندي في ال 36، الويتس بتاع الخلية مثلا في حالة ال 24 يقول لك 750 36 متر، ده لو انت شغال اس اف 6 ماشي سنجل ريزوليشن. طيب هنا مثلا اس اف 6 سيركت بريكر اهو وذرول سنجل ايزوليشن برضو 1750. انا كل ده عايز اطلع ايه؟ عايز اطلع الويتس بتاع 36. انا كده كده عرفت الويتس بتاع ال 24 اي وال 17.5 اي، 36 بيبقى ايه؟ متر دوت كيوبيكال. خلاص اريح دماغي وكفايه كده. ده برضو هنا تمثيل تاني للمسافة ما بين 36 وظهر اللوحة وشمال اللوحة ويمين اللوحة، اهو شغال ايه 36، بس حاجة اسمها فلوير اف 400. ده برضو اس اف 6، والكلام اللي بيمشي على اللوحة دي عموما يعني اللي بيمشي على 36 بيمشي على 40، وانا مغمض بيمشي مع بعض. لو بتكلم على الانكمر، عندي الانكمر ممكن يكون من ترانسفورمر، ممكن يكون مولد، ممكن يكون من لاين او فيدر للاين او ترانسفورمر او موتر او كاباستور. فهنا هنلاقي هنا في الانكمر هنا بيدي ايه؟
بيدي الدبس من 2 متر 60 لحد 3 متر 20. انا هفترض لحد 3 متر 20، انا هفترض اللوحه 36 عمقها 3 متر 20 والورك سبيس اللي قدامها على قد الاكستراكشن بتاع الاكويبمنت اللي جواها يبقى برضه 3 متر 20 دوت السيف، لان دي اعلى رقم انا شفته جوه الكتالوجات، اعلى رقم شفته جوه الكتالوجات، فبالتالي انا اخليني ماشي مع اعلى رقم. والويدث بتاعها من 90 لمتر 10 الكيوبيكال دوت بتاع الانكمر ده ماشي، يبقى انا اشتغل على متر وعشرة، وبالتالي بالنسبه للاوت جوينج اشتغل على كام متر برضو، فهو دوت في ده اهو اشتغل على من 90 لمتر تمام. دوت لو عندي دايركت انكمر برضو اهو من 90 لمتر العرض والعمق 3 متر 20 بس تمام. يبقى فاينالي انا عندي الغرفة هنا ده 50 80 90 عمق 3 متر 20 وركنج سبيس 3 متر 20 او اشوف بتاعت الكود الامريكي مش خسران حاجة برضو بالنفس بقى. احنا كده قلنا كلمنا كده 36 قلنا هنا 80 50 90 هنا بنوصل ل 3 متر 20 اللي هو زي عمق اللوحة، وبرضو هنا الترنش بالمواصفات دي.